من اليوم التزمنا مع المواطن ان شيء ما يخصه ان شاء الله. لان ما نستوردش الزيت بالعمله الصعبه باش يمشي يتصدر ونجيب به كحول ولا نجيب به المهلوسات ولا نجيب به كذا ولا نجيب به كذا. حذاري حذاري هذا سي بور سا اللي وصلنا 30 عام لان النيه سيئه. اما الناس اللي يدخل عندك كسائح ويعمر لا مال هذا الله يسهل عليه. الندره في بعض المواد ندره مفتعله، تشوف باللي عندنا انتاجنا المحلي يساوي 3 مرات الاستهلاك تاع المواطنين وفيه ندره، معناه باللي حركه قويه تاع تهريب. شبكات وثراء غير شرعي وعلى حساب السياسه تاع البلاد وعلى حساب كذا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.